بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتحيات والتسليمات على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد. أولا أهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من التلامذة النجباء في هذه المدرسة العظيمة، مدرسة شهر رمضان، مدرسة العلم والتربية وتزكية النفس ومكارم الأخلاق، لأن عظماءنا في تاريخنا العربي والإسلامي إنما تخرجوا من جامعة الجامع، تخرجوا من كلية الصلاة بروحانيتها وآدابها وأخلاقها، وتخرجوا من كلية شهر رمضان وصيام النوافل، ولكن كانوا يصومون لا بأجسامهم عن الطعام والشراب ومتع الجسد، كانوا فقهاء في الصيام، كانوا يصومون عن الرذائل وعن النقائص، وكان شهر رمضان شهر يفحصون فيه ضمائرهم ووجدانهم وأخلاقهم وسلوكهم وأعمالهم، فما رأوا من رذيلة ونقيصة حذفوها واعتزلوها وعقموا موضعها من القلوب والنفوس، واستبدلوها بأضداضها من مكارم الأخلاق ومن صالح الأعمال ومن محاسن الصفات، وهكذا كان حجهم، وهكذا كان جامعهم. جامعهم خرج أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وخالدا وسعدا، الجامع المسجد هو الذي خطط معركة اليرموك وجعل العرب المسلمين ينهون أمبراطورية الرومان التي كان عمرها أكثر من 1000 سنة، أنهوا الأمبراطورية في معركة اليرموك في معركة الأيام الستة، في 6 أيام وانتهى كل شيء. سعد ابن أبي وقاص أنهى أمبراطورية الاستعمار الفارسي في 3 أيام، في 4 أيام، وكان فتحهم لم يكن فتح استعمار واستغلال واستيلاء على ثروات الشعوب، كان فتح هداية وحضارة وثقافة ونشر العلم وفرضيته على كل الشعوب
التي استطاعوا أن يصلوا إليها لينقذوها من ظلم وعسف وجور ملوكها أنصاف الآلهة، فأعطوا للإنسان حقوقه وللعامل حقوقه وللمرأة حقوقها وأعطوا للروح حقوقها، فاتصلت بخالقها فنعمت بمجالسته وبمعرفته، وفاض عليها بعد طهارتها وقدسيتها، أفاض عليها من أنوار علمه وحكمته ما جعلهم كما ترجمهم معلمهم الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما وصفهم بقوله حكماء بعد أن كانوا قتلة أشقياء، حكماء علماء بعد أن كانوا وثنيئين جهلاء، أدباء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. الأنبياء هم بناة الأمم، مهندسو الشعوب الراقية علما وحكمة ووحدة وأخلاقا ومحبة وإخاء وسلوكا. فأهنئكم برمضان راجيا من الله عز وجل أن لا يكون هذا الشهر لكم ولكل مستمع ومستمعة، أن لا يكون صومه ومجيئه شكلا روتينيا كلاسيكيا تقليديا. يلزم أن ننظر إلى شهر رمضان، إلى صيامه وقيامه وواجباته وفضائله، أنها عملية بنيان وتجديد وترميم لما تهدم من الإسلام في عقلية المسلم وفي بعده عن فهم حقائق الحياة وفي بعده عن فهم الحكمة التي هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. أن نعرف أن رمضان مدرسة، مدرسة العلم ومدرسة التربية ومدرسة الأخلاق. ما إذا استقبلنا رمضان بهذا الاستعداد وبهذا التقييم، إذا أخذت النقد أي نقد كان وعرفت قيمته تستطيع أن تنتفع منه. إذا أخذت الألماس وأنت تعرف ما هو الألماس تستطيع أن تنتفع منه، وإذا الطفل الصغير أخذ سطل من ألماس بكبه ويلقي به وبيستبدله باللعبة من سيارة بلاستيك أو صفارة أو ما شابه ذلك، فليس الصيام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصوم من الطعام والشراب، إنما الصوم من اللغو والرفث. اللغو كل قول، كل عمل، كل مجلس، كل صحبة، كل لقاء واجتماع لا ينتج منه خير أو شر، هذا اسمه لغو.
والله وصف المؤمنين بأنهم والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الإخوة والأخوات، نحن قتلنا الإسلام بسوء الفهم، قتلنا الإسلام باعتقادنا أن الإسلام انتماء وانتساب. ما عرفنا ما هو الإسلام. الإسلام علم وتعلم ومعلم، الإسلام تربية وتزكية، ومرب ومرشد ومزكي، الإسلام حكمة تنمية للعقل وتغذية له بمعرفة العلوم والحقائق، والعمل بمقتضى العلم ودراسة الأمور والحقائق. فمن حاز هذه المعاني من ذكر أو أنثى، من رجل فهو مسلم ومن أنثى فهي مسلمة. وإذا انتسبنا للإسلام، إسلام النسب والاسم، ولم نتعلم علومه، ولم تتزكى نفوسنا، ولم نكن الحكماء، فيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. فإذا كان إسلام الاسم بلا حقيقة العلم والعمل والحكمة والأخلاق، فهذا اسمه نفاق، وصاحبه منافق، والمرأة منافقة. مثل إذا قلت طبيب لا يتعلم ولم يتدرب وليس له معلم ولا مدرب، وقال طبيب، شو بيقول عنه؟ كذاب منافق. إذا قال طيار وما بيعرف إلا السوق العربي التي يقودها البغل، فقال أنا طيار طائرة بوين تحمل 400 راكب، فكل الناس تحكم بكذبه ونفاقه أو جنونه وبهلوليته. فينبغي لنا أن نكون مسلمين حق الإسلام، صائمين حق الصيام. فالنبي يشير إلى حقائق الصوم، ترك الطعام والشراب هذا يصومه الحيوان. الحيات لما يأتي الشتاء تدخل في أوكارها فلا طعام ولا شراب، من أول الشتاء إلى أول الربيع 3 أشهر صوم واحد، ما يوم، ما يومين، ما أسبوع، ما شهر، 3 أشهر، 4 أشهر. الدب في بلاد الدبب كذلك يدخل في كهفه 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر لا يأكل ولا يشرب. إذا كان الصوم ترك الطعام والشراب، فاللهم ارضى عن الدبب، واللهم ارضى عن الثعابين. البق هذا ما اللي بيطير، واحد وضع بقة في ورقة ونسيها، بعد 2-3 سنين فتحها وأشافها طيبة. قد يصل لصائمة 2-3 سنين. لذلك الكلاب تفقد الطعام أيام. فإذا لذلك النبي قال ليس الصيام من ترك الطعام والشراب، إنما الصيام من ترك اللغو والرفث. اللغو كل عمل إذا كان لا ينفع ولا يضر، كل عمل أو قول. فإذا كان عملك
يضر ولا ينفع، هذا أخبث من اللغو، هذا حرام. فإذا بدك تتنزه عن البطالة والعمل الغير المفيد والغير الضار وتصوم عنه، فكيف وجوب صيامك عن العمل المؤذي أو القول المؤذي للآخرين؟ فإذا كان الصوم من أركان الإسلام، فهل صمت عن اللغو؟ هل صمت عن الحرام بعينك بأذنك بلسانك بيدك ببطنك بمعاملاتك بوقتك؟ الوقت العمر محدود ومعدود، ما بصير تملأ وقتك إلا بشيء ينفعك في دينك أو في دنياك. لذلك قال نبينا وقائدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الصوم من ترك الطعام والشراب، إنما الصوم من ترك اللغو والرفث. قال: إن الله يكره العبد البطال، وقال حاثا على العمل: لا راحة لمؤمن دون لقاء وجه ربه. هي لو قال لينين أو لو قال ماركوس كان بيفتح فيها الدنيا. ماركوس ولينين مشان حق العمال فتح فيها نصف العالم، الأوروبيين مشان حقوق المرأة وسحقوا المرأة، سحقوها سحقا، هزموا نصف العالم. فهذا الإسلام اللي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، تزور على الناس بكلام أو تنسب لهم أعمال غير صحيحة بقصد التشفي أو الانتقام أو التنقيص أو العداوة أو الحقد أو الحسد، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل بدك الصوم عن الجهل، تقبل على العلم، لك هذا دين، هذا لك هذا الحياة، هذا العز، هذا الحضارة، هذا التقدم، هذا الحياة. فأين المسلمون؟ أين من يبني الإسلام في القلوب؟ المسلمين عاد يحسنوا يعملوا جدران وسقوف يسموها مساجد. المساجد الله قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. عمارة المساجد بالعلم، عمارة المساجد بالعلماء، بالإرشاد، بالتربية، بالتزكية، بمجالس الحكمة، مدارسنا الدينية، جامعاتنا الدينية لا تنتج العلماء الذين يحملون هذه الصفات. ولئن وجدنا وعلى قلتهم، فما من المعاهد والجامعات من أمور خارجة عن حدود الجامعات وعن حدود المعاهد الدينية. فلما النبي يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، معنى لا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام القبيح، سواء فيما يختص بالمرأة أو غير المرأة. كلام المؤمن يكون كله مهذب، كله أدب، كله سمو اللفظ. فكيف لازم يكون العمل؟ فلا يرفث ولا يصخب. إذا بده يتكلم لا يتكلم بصوت عالي. الله قال: إن أنكر الأصوات لصوت حمير. ليش؟ لأنه بيفتحوا
الزمور على الآخير. وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. شاتمك، إذا شاتمته شو الفرق بينك وبينه؟ إذا أتى برذيلة وأتيت برذيلة فكلاهما رذيلان. القرآن وصف المؤمنين قال ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذا واحد قابله بسيئة بإيش بيدفعها؟ بحسنة. ذكروا عن ابن سيرين أن رجلا اغتابه فبلغته غيبته فأرسل لمن اغتابه طبقا من تمر، ومع طبق التمر رسالة يقول له فيها بلغني أنك قد اغتبتني وبذلك أهديتني حسناتك. وهذه يعني هدية ثمينة أن تهدي لي حسناتك، أنا لازم أهدي حسناتي إليك اغتابك كما اغتبتني، لكن أنا بحاجة إلى حسناتي يوم القيامة. والقرآن بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن أزدى إليكم معروفا فكافئوه. لذلك ما راح أبعتك حسناتي وأغتابك كما اغتبتني، ولكن تقبل مني هذه الهدية المتواضعة، هذا الطبق من التمر مقابل غيبتك لي وتنقيصك لي. هذا هو الدين، هذا هو الصوم. فبحس الصوم هذا الصوم، أما إذا بالنهار ما أكلت وعند عشية أكلت عن طائن وما فزيت عن المائدة إلا بدك ونش يسحبك، ولحتى تقوم تحسن تتحرك هاتوا شاي أحمر، هاتوا شاي أخضر، ما عاد احسن اتحرك. هذا صايم، هذا صوم الحيوانات. إذا جاعت وصار لها بعد جوعها الطعام تأكل بنهمة وشره حتى تضعف حركتها. فالصوم عن الطعام والشراب له من الفائدة الهائلة والرائعة في الشفاء من الأمراض والخلاص من العظيم من العاهات لمن يعرف ثقافة الصوم الغذائي. حتى الآن الأوروبيين ألفوا ما عشرات الكتب، مئات الكتب عن الصوم. ما اعتبروا الصوم شيء عبادي، اعتبروه شيء طبي، فسموه التطبب بالصوم. فأحد يترك الطعام أسبوعا كاملا لا يأكل، ولكن يأخذ الماء فقط ليلا ونهار، هذا ما اسمه صوم شرعي. فأسبوعين وثلاثة أسابيع وأربع أسابيع وخمس أسابيع، وبترك الطعام مع الشراب وبإشراف الطبيب تكون النتيجة الخلاص من الأمراض التي تستعصي على الطب. أنا عندي أكثر من 7 كتب أو 8 كتب كلها منها فرنسية وإنجليزية وأمريكية وروسية وعربية، وأنا بنفسي باشرت الصوم بنفسي. صمت 4 مرات كل مرة أسبوعين لم أتعاطى شيئا من الطعام إلا الماء. كنت في صومي أقوى مني جسديا مما أنا في حالة الإفطار، وتخلصت من عدة أمراض
كنت أعالجها بالأدوية العادية ما كانت تشفى، ولكن شفيت بالحديث النبوي صوموا تصحوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.